مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسماء محمود، استشاري عقاري من شركه نيو ستارت الاستشارات العقاريه. النهارده جايين نكلمكم عن اهميه المشاريع اللي موجوده في العين السخنه، سواء طريق الزعفرانه او طريق السويس او مدينه الجلاله، وده بناء على طلبكم في الكومنتات بتاعتنا، وخاصه استاذ عماد طلب مننا شرح مفصل لاغلبيه المشاريع اللي موجوده دلوقتي في العين السخنه. احنا جايين النهارده نوفيكم سواء المشاريع السي في بتاعه الشركات او الديزاين بتاعها او اللوكيشن فين بالظبط. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. ودلوقتي هنتكلم عن اهم اربع مشاريع موجودين في طريق الزعفرانه واقربهم في اللوكيشن كمان للقاهره الجديده، بنتكلم ان هي حوالي ساعه بالظبط. احنا هنتكلم عن اشهر قريه دلوقتي وكلنا بنسمع عنها، هي قريه المونت جلاله. قريه المونت جلاله دي تبع شركه تطوير مصر، الشركه دي اثبتت نجاحها 2018 و2019 في الساحل الشمالي. عملوا قريه اسمها فوكا باي، كانت واخده افضل ديزاين على الساحل كله. بعد كده من كتر ما القريه دي كانت افضلهم، بداوا ان هم يعملوا اكستنشن ليها، واغلبيه القريه دي اتباعت. عملوا اكستنشن ليها في كيلو 165، سموه دي باي، قريه اسمها دي باي، دي من افضل الكوره برضه، ويعتبر هم من اوائل او من افضليه اللي دخلوا الكريستال لاجون وعملوه في العين السخنه في قريتهم الجديده اللي هي المونت جلاله. القريه دي مشهوره ليه؟ القريه دي موجوده جنب مدينه الجلاله على طول، القريه دي مدرجه على جبل الجلاله، نتكلم في ان هي 520 فدان. 720 فدان دول مدرجين على جبل الجلاله بالكامل، بداوا ان هم يعملوا فيها زون كتيره جدا، وكمان فيها بارتيشن، ودخلوا فيها كمان فكره النايت لايف. تعالوا نتكلم عن بقيه الكوره، بعد كده نرجع لها باستفاضه كامله للشركه دي بالذات. بعد كده هنتكلم عن يعتبر سابقه اعمال الشركات، هتبقى افضلهم فيها هي شركه ايوان، وتكسب طبعا في دي، لان هي يعتبر عندهم حوالي 7 مشاريع في اكتوبر وزايد، ومنهم جدار، جوار، بعد كده الما، اتريو، ليهم اكتر من مشروع تاني في زايد واكتوبر. دي شركه ليها سابقه اعمال. عاملين في السخنه ايه؟ عاملين في السخنه قريه اسمها مجاده. مجاده دي 101 فدان، موجودين برضو على جبل الجلالة، بحيث ان هي تكون شايفة اغلبيتها فيو بحر. ميزتهم ايه هناك؟ ميزتهم ان هم عاملين حوالي 10 فدان كوميرشال اريا، موجودين على البحر دايركت. بعد كده هنتجه لقريه بايمونت. بايمونت دي تبع شركه ميفن. شركه ميفن دي موجوده بره مصر، عملت مشاريع كتير في امريكا. بعد كده اتجهوا لمصر، عملوا اول حاجه بايمونت في العين السخنه، وبعد كده عملوا كاليكوست اللي هي موجوده في الساحل الشمالي. دي برضو واخدين افضل يعتبر ماستر بلان على مستوى السخنه كلها، لان اغلبيه ما فيش شاليه هناك مش شايف بحر، كل الشاليهات اغلبيتها شايفه بحر، فدي تميزها جدا كانها قريه في العين السخنه. هنكمل بعد كده قريه بجبال، دي تبع شركه بي ار اي. شركه بي ار اي دي موجوده في السوق، عامله ستون ريزيدنس، عامله ستون بارك، عامله ذا بروكس، عاملين اكتر من مشروع تاني في التجمع الخامس. اول مشروع ليهم كان جبال في العين السخنه. ده بيميزه ايه؟ بيميزه ان هي كوزي قوي، ان هي احنا بنتكلم ان هي 77 فدان بالظبط، موجودين برضو على جبل الجلاله، وكلهم قريبين جدا من بعض. احنا بنتكلم الفرق بين المونت جلاله وجبال وميفن وبايمون، سوري، وميفن وقريه مجاده بتاعت ايوان، بنتكلم في فروق كيلو 2 كيلو 3 كيلو. احنا دلوقتي بنقارن بين الفاسيلتيز وبين الديزاين بتاع المشروعات وبين الشركات المطوره، وكمان بنتكلم عن المساحات والاسعار. تعالوا بقى نتكلم عن الديزاين بتاع كل المشروعات الاربعه اللي احنا اتكلمنا عليهم، بدايه من بالترتيب بالظبط من طريق الزعفرانه، هي قريه المونت جلاله، بعد كده عن بايمونت، بعد كده عن مجاده، وبعد كده عن جبال بتاع بي ار اي. طيب هنتكلم عن اول واحده، هي قريه المونت جلاله. قريه المونت جلاله هي 520 فدان بالظبط، مدرجين على جبل الجلاله بالكامل. اول مصطبه فيها 18 متر، ثاني مصطبه فيها بالظبط 220 متر. طيب هي جي بلس 2، الروف بتاعها بيبقى مزروع نباتات طارده للحشرات، بتبقى اغلبيه المصاطب اللي هي العاليه ال 220 متر دي بتكون شايفه تحتيها كله جرينري، نفس فكره بالظبط جبال لبنان، بتبقى دايما واقفين فوق وشايفين كله جرينري، بعد كده بنشوف البحر. تمام، احنا عندنا بقى ايه المراحل اللي موجوده جوه؟ احنا عندنا مرحله اسمها فايا. مرحله فايا دي بتكون بتتسلم بالجاكوزي في طراز، بعد كده عندنا ايلا وايلورا، دول بتبقى جزيره وسط الكريستال لاجون. عندنا مايستا، دي بتبقى اعلى نقطه في المشروع، اغلبيه الفيوهات فيها بتبقى بحر، وفيها كمان فندق اللي هو ذا هاوس، ده بيسيرف عليها. تمام، هنتكلم تاني حاجه عن بايمونت. بايمونت بنتكلم ان هي 77 فدان، مدرجين برضو على جبل الجلاله، بنبقى عباره عن اعلى مصطبه فيها حوالي 240 متر،
دي تاني حاجه بنتكلم عليها. بعد كده هنتكلم عن مجاده هيبقى 101 فدان، 10 فدان على البحر دايركت، دول هيكونوا كوميرشال وكمان هيكونوا كابنز. بعد كده هنطلع للبحر للجبل، هيبقى 91 فدان على الجبل، دول هيبقوا عباره عن شاليهات كلها شايفه بحر، لان هي عباره عن زي منحدر كده وكله هيبقى شاليهات شايفه البحر دايركت. طيب هنتكلم عن ثالث حاجه هنتكلم عليها او رابع حاجه، هي جبال بي ار اي، دي هتكون عبارة عن 72 فدان برضو مدرجين على الجبل، من اول 14 متر لحد بنتكلم لحد 170 متر. كل الشاليهات اللي احنا بنتكلم عليها هتبقى جي بلس 2، ما عدا جبال هتكون جي بلس 3. تمام، دي كده الديزاين بتاع المشروع. تعالوا بقى نكمل، احنا هنعمل ايه في الفاسيلتيز. الفاسيلتيز اللي موجوده في قريه المونت جلاله هي فاسيلتيز اكبر طبعا، ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لحجم المشروع. حجم المشروع 520 فدان، فهم مدخلين فيه فكره النايت لايف. احنا عندنا جوه المونت جلال عندنا 50 فدان كريستال لاجون، ال 50 فدان كريستال لاجون دول متوزعين على المشروع بالكامل، دي بتبقى خليط بين الميه العذبه والمالحه، بتتفلتر كل 6 ساعات، دي بتبقى امنه جدا للاطفال لان عمقها بيبقى قليل. عندنا 3 كلاب هاوس، منهم كلاب هاوس بيكون موجود على البيتش، ده بيكون في جيم، في جاكوزي وفي سبا. عندنا روكان روب دي بتاع عمرو سمره، وعندنا بارتيشن لنادي ليفربول، وكمان موجود زي ما قلنا كلاب هاوس، ده بيبقى فيه جيم جاكوزي وسبا، ده بيبقى موجود على البحر دايركت. بالاضافه كمان ان احنا عندنا خمس فنادق دي هتبقى 7 ستارز، منهم اللي تعاقدنا معاهم فرانشايز كبيره زي ذا هاوس وسكس سينسز. عندنا كمان مارينا للصيد، وعندنا مرسى لليخوت، وعندنا مطاعم كابنز على البحر، دي بيكون فيها مطاعم وكافيهات. كمان عندنا بلاتفورم، 5 بلاتفورم دول بيكون عرض الواحد بس 150 متر، بيكون فيهم مطاعم كافيهات بتعدي من الطريق للبحر دايركت. عندنا كمان الفيتور، ده بينقل يعني العميل من الشاليه بتاعه، بيكون عباره عن موبايل ابلكيشن، بيطلب الفيتور بتاعه بيوصله لحد الشاليه، بينزله لحد البحر تحت، ده بيكون يعني نفس فكره بالظبط تلفريك بتاع بورتو، بس الفكره ان هو عباره عن زجاج بيمشي على قضبان في الارض. دي قريه المونت جلاله. بعد كده هنتنقل على بيمونت. بيمونت فيها ايه؟ بيمونت فيها مسجد، دي كانت من اهم الحاجات اللي موجوده فيها. بعد كده هنتكلم عن ماونتن كابنز، بعد كده هنتكلم عن ماونتن اليفيشن اليفيتور، وغير كمان ان احنا عندنا فلوتنج ريستورانت. ايه فكره الفلوتنج ريستورانت ده؟ ده بيبقى عباره عن مطعم عائم موجود في قلب البحر على طول، حضرتك طبعا بيبقى الفيو بتاعه رائع جدا، ان انت بين السماء والبحر، وغير كده ان هي بتبقى مكان زي مديتيشن لحضرتك. غير ان احنا عندنا اماكن للحفلات وعندنا يعني اماكن مخصصه للحفلات والبارتي، وكمان عندنا اماكن لليوجا والمديتيشن والكيدزي اريا، وعندنا كمان فندق 5 نجوم، وعندنا اماكن مخصصه للمطاعم والكافيهات. هنتكلم بقى عن تاني حاجه هي مجاده او تالت حاجه هي مجاده، موجود فيها حوالي 9 بول، موجود فيها فندق 5 نجوم، غير طبعا ال 10 فدان اللي هم الكوميرشال اريا اللي موجودين على البحر بمطاعم كافيهات، فيها 2 كلاب هاوس، فيها بولز بكميات كبيره جدا، لو حضرتك حابب مثلا تقعد على يعني تقعد في مطعم على البول، ده موجود كمان جوه مجاده. هنتكلم عن الرابع حاجه هي بي ار اي اللي هي جبال، دي فيها 25 بول، طبعا اكتسحت كل المجاريع اللي احنا بنتكلم عليها في فكره البول. يعني لو حضرتك مثلا معاك اطفال، ده بيبقى سهل جدا ان انت تقدر تنقلهم من بول لبول، دي فكره كويسه ان هم حتى ما عملوش زي كاباستي جوه الفاسيلتيز اللي موجوده عندهم. كمان عندهم بوتيك اوتيل، عندهم اكتر من حاجه ثانيه، عندهم اماكن مديتيشن، يوجا، كيدز اريا، عندهم كلاب هاوس البحر. دي كل الفاسيلتيز اللي موجوده في كل المشاريع. طبعا لو احنا بنفضل تدريجيا ايه افضلهم، هنفضل المونت جلاله لو احنا بنحب المساحات الكبيره وفكره النايت لايف، لان هم مدخلينها بشكل كويس جدا جوه القريه بتاعتهم. تعالوا بقى نكمل المساحات والاسعار. هنتكلم بقى عن المساحات والاسعار والبيمنت بلان الموجوده في الاربع مشاريع او يعني المتوسط بتاع الاسعار. احنا بنتكلم ان الاسعار عندنا بتستارت في الاربع مشاريع دول من اول 1,700,000 جنيه، بتوصل معانا لحد الاسور الكبيره جدا اللي هي ب 33 مليون جنيه. البيمنت بلان بتاعتنا مختلفه تماما، كل المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها بتبدا من زيرو مقدم وبتوصل معانا لحد 10 سنين اقساط. طيب احنا بنتكلم ان كل المشاريع بتاعتنا متشطبه، عندنا المونت جلاله اللي بتشطبها المهندسه منى حسين اللي مشطبه قصر الاتحاديه وقصر الرئاسه، بالاضافه ان قريه بيمنت بتشطب بالتكييفات وكمان بالمطبخ.
يا ريت اكون يا رب اكون قدرت اوفي كل التفاصيل اللي انتم محتاجينها. هيكون في جزء تاني طبعا يعني البارت تاني بالظبط للفيديو ده، هنتكلم فيه عن مشروعات الجلاله وهنتكلم فيه عن مشروعات طريق السويس. تابعوا معانا الفيديوهات الجايه، ويا رب يكون انلنا اعجابكم في كل الفيديوهات اللي بننزلها. انا كنت معاكم اسماء محمود، ما تنسوش يعني تكلمونا على الارقام اللي هتظهر قدامكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم.